المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. عايزين الأول نقول كده إن إحنا على مدار الأربعين سنة اللي فاتت كان عندنا أربع مؤتمرات اقتصادية. كان عندنا سنة 1982 و1996 و2015 والمؤتمر 2022 اللي انطلق أمس فعالياته اللي بتنظمه الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيستمر لمدة 3 أيام من 23 أكتوبر ل 25 أكتوبر. بنناقش فيه كل الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، المفكرين، الخبراء، المتخصصين، المصرفيين، ناس كتيرة جدا جدا. الحوار مفتوح وفي مشاركات كبيرة جدا جدا. هنتكلم عن المؤتمر وهنتكلم عن تفاصيله، هنتكلم كمان عن التداعيات السلبية والخطيرة والأزمة الاقتصادية العالمية، وأكيد الأزمة الاقتصادية داخل مصر، وأهم أهدافه والنقاط اللي هيركز عليها. كمان هنتكلم عن مستقبل الاقتصاد المصري، هنعرف معلومات كتيرة قوي وهنعرف إحنا واقفين فين ورايحين على فين. عشان كده يسعدنا يكون معانا دكتور بلال شعيب الباحث الاقتصادي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك فندم. قولي في البداية كده مصر 2022. طيب خليني أقول لحضرتك أن المؤتمر الاقتصادي هو بيعقد في ظرف دقيق للغاية في تاريخ البشرية عامة. يعني احنا العالم كله مر بأزمتين كبيرتين، مرورا ببداية من جائحة كورونا في 2020، ثم مرورا بالصراع الروسي الأوكراني، وده اللي جه يعني كان بنقول ايه ادى على الاخضر واليابس. يعني احنا من قبل كده كمان احنا كان عندنا ازمه ماليه في 2008، ازمه ماليه كبيره جدا، من لما البورصه المصريه انهارت تماما في 7 اكتوبر 2008. بعد كده كان عندنا اضطرابات سياسيه ما نقدرش ننكرها وما نقدرش نقول ان احنا ما شفناهاش وفتره طويله. بعد كده كوفيد، وزي ما حضرتك بتقول الازمه الروسيه، العالم لسه هيفوق من تاثير جائحه كورونا. تاثير جائحه كورونا حاجه ما كناش البشريه كلها ما كانتش تتوقعها، لانها جت في وقت كمان على غفله، يعني الناس ما كانتش عارفه ان في ميكروب او في فيروس هيهدد خطر البشريه بالشكل ده. حصل ايقاف لكل المطارات، وتقريبا حصل حظر تجوال في العديد من الدول العالم. كل ده اثر على الانتاج، ان ما بقاش فيه انتاج بشكل مستقر، وبالتالي لما حصل انحصار للفيروس حصل فوقان للعالم كله، وبالتالي زاد معدل الطلب بدرجه اكبر من المعدلات اللي كانت معروضه في الفتره دي. ده نتج عنه مشكله تضخم كبيره وزياده وارتفاع في الاسعار. بعد كده لقينا الصراع الروسي الاوكراني، ده احنا بالتبعيه تاثرنا بيه بالتاكيد. فالنهارده المؤتمر الاقتصادي جه في وقت مهم قوي، اللي هو الوقت ان احنا كنا العالم كله بيمر بازمه رهيبه ناتجه من ارتفاع الاسعار. احنا كمصر في المؤتمرات الاقتصاديه السابقه، يعني احنا في المؤتمر 1982 ده كان جه في ظل ظرف سياسي واقتصادي كانت بتمر بيه مصر في الفتره دي. في 2015 بالتاكيد المؤتمر الاقتصادي في 2015 هو كان جاي علشان يشخص حاله المرض اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري ويقدم روشته وحلول للمشكله اللي بتواجهها مصر اقتصاديا. المؤتمر بتاع 2022 بنفس الطريقه، احنا خارجين من ازمتين كبار، الازمه جائحه كورونا اللي كان ليها تاثير على العالم وتاثرنا بيها بالتاكيد، وازمه الصراع الروسي الاوكراني. ازمه الصراع الروسي الاوكراني احنا تاثرنا بيها تاثير كبير جدا، خاصه ان احنا لنا تعاملات حتى مع السوق الروسي والسوق الاوكراني، على اعتبار ان مصدر من مصادر النقد الاجنبي، احنا عندنا السياحه بتشكل حوالي 13 مليار دولار وهو احد مصادر النقد الاجنبي اللي موجوده، بنعتمد على الجزء الروسي والاوكراني في السياحه بمعدل حوالي من 50 ل 55% من اعداد السائحين القادمين لمصر. وبالتالي احنا تاثرنا على مستوى الكاش ان اللي هو الفلوس اللي داخله لي او العائد الدولاري اللي جاي لي، وفي نفس الوقت اثرت على الكاش اوت اللي هو العائد الدولاري المطلوب من الدوله المصريه لما حصل ارتفاع في اسعار القمح. يعني احنا القمح عندنا كانت الموازنه العامه للدوله بتفترض ان احنا هنشتري القمح ب 276 دولار للطن، الطن وصل حوالي 500 دولار في فتره من الفترات وتجاوز حاجز ال 500 دولار، وبالتالي يعني اكتر من الضعف، اكتر من الضعف. كل ده بيأثر على الموازنه العامه للدوله، ده من جانب. الجانب الثاني كمان والاهم اسعار البترول، يعني وفقا وخام برنت احنا كنا بنقول ان عندنا البترول هنستورده من حوالي 65 كبيره قوي 70 دولار للبرميل وفقا وخام برنت. الدولار قفز في فتره من الفترات لحوالي 100 دولار للبرميل، وصل ل 110 وتجاوز ال 110، وصل ل 115 في فتره من الفترات. كل ده كان ليه تاثير اكيد على اجزاء كتير قوي في الاقتصاد المحلي، على الموازنه العامه للدوله ده هيزود لي العجز بتاع الموازنه العامه للدوله. كمان ارتفاع اسعار الفوائد، انا النهارده احنا مش في منقع عن العالم، البنوك المركزيه اتبعت اساليب انكماشيه، انها اسلوب انكماشي، يعني انا بزود سعر الفايده علشان اغل يد الائتمان انه يمنح قروض للشركات، وبالتالي
اسحب جزء من السيوله اللي موجوده في السوق وتكون موضوعه او يتم ايداعها في الجهاز المصرفي. الحكومه مقترضه في نفس الوقت، يعني الحكومه هي مقترضه في نفس الوقت، عندها شركات تابعه للحكومه هي بتقترض من البنوك، وبالتالي لما بنرفع اسعار الفوائد بيزداد عبء الدين على الشركات. فالظرف اللي احنا موجودين فيه هو ظرف اقتصادي، عندنا معدل تضخم هو ما هوش كبير بالمقارنه، طبعا مصر مرت باسوأ من كده في فتره من الفترات، يعني احنا وصلنا في فتره من الفترات ل 20% معدل التضخم سواء كان قبل 2011 او بعد 2011. وصلنا لاحتياطي النقد الاجنبي، احنا بس بنطمن الناس لان برضو هناك اله اعلاميه بتستخدم احيانا بشكل خطا بتفزع الناس سواء كان على السوشيال ميديا او منصات السوشيال ميديا او حتى على بعض القنوات المعاديه للدوله. تمام، انا حضرتك ذكرت تحديدا 2011، وانا كان عندي ازمه من 2011 ل 2013 كان عندي الاقتصاد متاثر بشكل كبير جدا ما نقدرش ننكره، صح؟ اقول لك بالارقام، لو بالارقام احنا وصلنا في 2013 احتياطي النقد الاجنبي اللي هو النهارده احنا وصلنا 33 مليار دولار وخايفين، اوكي احنا انا معاك احنا خايفين لان احنا بنستهدف اكتر من كده. احنا وصلنا في 2013 لادنى مستوى احتياطي نقد اجنبي في تاريخ مصر كان 13 مليار دولار. بعدها حصل صعود تدريجي مع تحسن الاوضاع الاقتصاديه وتحسن بقيه المؤشرات سواء كان مؤشرات السياسه النقديه او مؤشرات السياسه الماليه، وحصل صعود ونمو تدريجي كمان سواء في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وكل ده كان بيصب في مصلحه الاحتياطي النقد الاجنبي. وصلنا لحوالي 50 مليار دولار قبل جائحه كورونا. بالطبع ال 50 مليار دولار بيامنوا احتياجات الشعب المصري لمده تتراوح من 8 ل 9 شهور. مع وجود يعني انحصار في مصادر النقد الاجنبي عندك في فتره كورونا وضعف الانتاج في فتره كورونا وحاله حظر التجوال اللي كانت موجوده في مش عند مصر في معظم دول العالم، وكمان المطارات في العالم واللوجيستيك بتاع النقل كان ما فيش نقل، انا مش عارف اصدر، فبالتالي حصل ضعف للايرادات عندك الدولاريه اللي ناتجه سواء كان من التصدير او كان من السياحه او مشاكل ذلك. فحصل تراجع للاحتياطي النقد الاجنبي وتراجع تدريجي خلال سنتين، وصلنا النهارده لحوالي 33 مليار دولار. النهارده احنا محتاجين صندوق النقد الدولي بيدعمنا، وانا شايف ان ده مصدر مهم من مصادر التمويل. يعني ناس بتخاف من كلمه القروض، القروض عامه هي كلمه شويه بين قوسين كده، الناس خايفه وبتقول ان البلد مديونه. بس انا هتوقف هنا دكتور، عايزه بس افكر المشاهدين، انا من 2011 ل 2013 كان عندي اربع مشاكل او اكتر بكتير، كان عندي خسائر كبيره جدا جدا في قطاع السياحه ما نقدرش ننكرها، كان عندي خسائر في الانتاج المحلي، كان عندي كمان عجز في النقد الاجنبي، في النقد الاجنبي كان عندي معدل بطاله. مظبوط، صح. فكان عندي مشاكل كتير. انا 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 بوجه كلامي للناس اللي بتقول احنا علينا ومديونين وعندنا قروض، يا جماعه ارجعوا كده لورا ولاحظوا ان احنا دلوقتي الازمه الاقتصاديه اللي مصر بتمر بيها، العالم كله بيمر بازمه اقتصاديه، فكره ان احنا بنفوق جنب كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها على مدار السنين اللي فاتت، فده طيب خليني اقول لحضرتك بالمؤشرات، يعني بالمؤشرات نشوف احنا كنا فين ثم اصبحنا فين. احنا قلت لحضرتك ان احنا في 2013 وصلنا 13 مليار دولار، احنا النهارده 33 مليار دولار. احنا في فتره من الفترات وصل في 2013 ان معدل مؤشر البطاله 13%، وده مؤشر كبير جدا. احنا النهارده مؤشر البطاله تحت ال 8%، فبالتالي بيبقى 7 7 ونص 8، يوصل 8 ونص 9، ده اقصى حاجه، ما بيعديش اكتر من كده. احنا في فتره من الفترات اللي هي من فتره بعد المؤتمر الاقتصادي اللي تم في سنه 1982، الفتره دي لمده 20 سنه كامله احنا مؤشر البطاله عندنا لمده 19 من ال 20 بيبقى حوالي 10%. يعني انا 10% ده مؤشر البطاله ده كان ثابت عندي، النهارده لا هو تحت ال 8% او تحت ال 9%. ده من جانب. الجانب الثاني احنا وصلنا واحنا بنتكلم على الاحداث السياسيه والصعبه اللي مرت بيها مصر من 2011 لحد 2013، الفتره دي احنا شهدنا ثورتين. الفتره دي كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ادنى مستويات وصلنا ليه 2.2%. احنا بعد كده وصلنا ليه 6% لولا جائحه كورونا اللي عملت تاكل شويه. طبعا واحنا بنتكلم على الجائحه احنا بنفتكر برضو الحاجات اللي بتؤثر على المؤشرات الاقتصاديه ومنها ظاهره الانفجار السكاني، ودي كان اشار ليها معالي دوله رئيس الوزراء بالامس ان احنا الانفجار السكاني فعلا دي مشكله بتهدد اي تحقيق نجاحات بتحققها في الاقتصاد. لان انا النهارده عندي معدل نمو سكاني مضطرد ومتزايد، يعني المؤتمر الاقتصادي سنه 1982 احنا ساعتها كنا 42 مليون نسمه، احنا النهارده حوالي 104 مليون نسمه. بس متزايد وغير منتج. ما هو متزايد وغير منتج. وغير منتج علشان ما حدش يقول لي ما الصين عددها وما اعرفش دوله ايه عددها،
في فرق بين ان انا عندي عدد سكان متزايد ومنتج وان انا عندي عدد سكان متزايد وغير منتج. طب خلينا نبص للحته الايجابيه اللي فيها، يعني نبص على النظره الايجابيه. تمام. النظره الايجابيه ان ال 104 الديموغرافيك بتاع السكان او التوزيع الطبيعي للسكان، احنا دوله شابه، يعني دوله شابه يعني حوالي 60% من حجم عدد السكان هم من سن 40 ونازل، فبالتالي انا دوله شابه. الدوله شابه ان انا مع ضخ استثمارات وان انا اعمل انشئ مصانع وان انا اهتم بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع السياحي واعمل تكامل اقتصادي ما بين الانشطه دي، لا انا ممكن استفيد بالطاقه دي واحولها من طاقه عطله لطاقه منتجه، طاقه منتجه تقدر تصنع وتزرع وتقدر انها تسوق. ده اللي احنا محتاجينه، وده كان الهدف الاساسي من المؤتمر الاقتصادي. احنا المؤتمر الاقتصادي مش قاعدين، يعني الهدف منه مش احنا نقعد نتناقش احنا كنا مؤشرات ايه واصبحنا ايه، لا انا عايز احط روشته وروشته. الروشته دي تتضمن محورين، المحور الاولاني انا عندي حاليا دلوقتي مشكله موجوده ناتجة عن تراجع الاحتياطي النقد الأجنبي، عندي التضخم اللي بيزيد متأثر، وأنا تضخم عندي للأسف تضخم مستورد، أنا بستورده من بره، يعني بستورده من بره لأن أنا بعتمد في على جزء من الخامات وجزء كبير من المواد اللي بتبقى موجودة في مصر سواء كان استهلاكية مباشرة أو كانت مواد خام داخلة في الإنتاج على جزء كبير من التصنيع الخارجي المستورد. فبالتالي أنا حصل تراجع لاحتياطي النقد الأجنبي وحصل ارتفاع كمان في معدلات التضخم، وده طبيعي ممكن يحصل يسمع عندي كمان في البطالة. فاحنا محتاجين حلول عاجلة في الأجل القصير كروشتة سريعة للحلول الاقتصادية في الأجل السريع، وفي نفس الوقت أنا عندي مشاكل مزمنة من مؤتمر 1982. المشاكل أيوة، أنا في 1982 تحديداً كانت في عندي لسه مشاكل والدنيا كانت ما بتتحركش، وكانت معظم الحلول في مؤتمر 82 حلول وسطية، اللي هو أنا ما بحلش حلول جذرية، بحاول أعدي الدنيا، لكن أنا ما زال وفخامة الرئيس بالفعل شغال على ده من قبل المؤتمر خالص، وبنعمل اكتر من حاجه في البنيه التحتيه وفي العشوائيات في حاجات كتيره جدا، لان انا من 82 انا واقفه، انا من 82 ما بتحركش، عندي حلول وسطيه بسكن بالتاكيد. ولكن عايز اقول لحضرتك ان في جهود بذلت، يعني لما نشوف مثلا احد المؤشرات، وده مؤشر كمان هو متعلق قوي بالبيزنس والاقتصاد ومتعلق قوي بثقافه الامه، يعني لما نشوف النهارده الستاندرد العالمي بيقول ان مفروض كل مليون نسمه قصادهم جامعه، احنا طبعا بعيدين شويه، احنا ما احناش حققنا المتوسط العام يعني، ولكن احنا قريبين، يعني حاليا دلوقتي احنا بنلمس في حوالي 80 جامعه واحنا 104، يعني احنا قدامنا نقدر نقول في الكام سنه اللي جايه لو تم انشاء حوالي 20 جامعه ولا حاجه هنبقى قدرنا ان احنا نكون مع المستوى العالمي. ده مهم قوي لينا كاقتصاد، لان انا بالنسبه لي لما يكون عندي مواطن متعلم كويس يقدر ان هو يكون يحافظ على الدوله بشكل اكبر. احنا النهارده في جزء من المشكله الاقتصاديه هي مشكله ثقافه، يعني لما نقول التضخم المؤشرات بتاعته عماله بتزيد في حين ان احد الحاجات السلع اللي بيحصل عليها مثلا رغبه كبيره في اقتناسها هي سلع متوفره في السوق. ده سلوك شرائي خاطئ، سلوك شرائي خاطئ ناتج عن ضعف الثقافه. لما نغير الثقافه الماليه عند الافراد، يعني ظهر في الفتره الاخيره واحنا بنقول ان الدوله بتدعم الاقتصاد والدوله بتدعم الصناعه والتجاره والزراعه، حضرتك ظهر ظاهره زي اسمها المستريح، ظاهره المستريح هو كان بيروح القرى ويجمع شويه من الفلوس وما تلاقوش بعد كده. طيب النهارده احنا لما نعمل للناس ثقافه ماليه ونقول له خلي بالك، ده احنا البنك المركزي عنده مبادره اسمها مبادره الشمول المالي، الهدف الرئيسي بتاعها انها تساعدك للخروج من دائره العوز او دائره الاحتياج. ازاي؟ ان انت لو معاك فلوس تعالى اعمل مشروع، معاكش فلوس روح الاجهزه المختصه سواء كان جهاز البنوك طبعا الجهاز المصرفي لو وجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، واننا احنا في قناه مصر الزراعيه البنك الزراعي بيقدم كتير من المنتجات، المنتجات دي هي بتخاطب الفئه الاقل دخل خالص، يعني احنا في منتج بيقدمه البنك الزراعي بيتكلم في 10,000 جنيه قرض للناس، وفي تدريجي بقى يعني في يوصل لحد ملايين، لكن احنا بنتكلم على عشان يبقى الكلام الناس اللي بتسمعنا يبقى كلام واقعي، اللي هو حد عنده فكره مشروع صغير هو يقدر يشتغل يقدر يبني، خاصه ان حصل نقول ايه في الفتره الاخيره حصل اكتفاء ذاتي بكثير من السلع سواء كانت سلع زراعيه او سواء كانت سلع صناعيه. تحديدا البنك الزراعي انا هتكلم عنه وهقول ان هو مدي تسهيلات قويه جدا وتسهيلات كويسه جدا، بالاضافه ان الفايده تكاد تكون منعدمه في المشروعات الخاصه بالزراعه اللي هي بالنسبه للزراعه الثروه الداجنه الثروه الحيوانيه السعر العائد 5%.
5%. يعني سعر العائد 5% متناقص سنوي. متناقص وليس تحقيق. فبالتالي يعني لو احنا بنقول مثلا ال 10,000 جنيه الفايده بتاعهم مع الاستخدام، ما هو طبعا هو الفلوس هتبقى بياخد قرض النهارده وبيبدا يسدد اقساط، فبناخد المتوسط العام هتلاقي ان ال 10,000 جنيه مش هيدفع عليهم اكتر من فايده حوالي 350 400 جنيه، فبالتالي دي ما هياش فايده كبيره يقدر اي حد يتحملها. كمان جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه هو بيقدم دور كويس قوي ان هو بيقدر كمان يدعم ويعمل تريننج ويعمل تسويق للمنتجات، يعني انت لو انت ما عندكش اي فكره عن اي مشروع هو هيدربك على اقامه المشروع، بعد كده انت هتنتج منتجات، هو مش هيسيبك لوحده، هو كمان هيقدر يسوق لك ده، سواء كان التسويق في بعض المعارض بتقام مثلا بالتعاون مع مجلس الوزراء وجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه زي تراثنا ده بيقام مثلا كل 6 شهور او كل فتره من كل كوارتر. الهدف منه انه يعرف الناس بالسلع اللي بتنتجها المشروعات المتوسطه الصغر، يقدر يساعدها كمان في تسويق السلع دي. المشروعات دي ممكن تكون صغيره جدا، ممكن تكون حاجات ست بتعملها في البيت زي حاجات الهاند ميد اللي بتتصنع في البيت، ممكن يكون مشروع زي مشروعات الخوص والجريد، حاجات بسيطه جدا 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 بتحتاج راس مال بسيط، ولكن فعلا القائمين عليها يقدروا يعونوا بيوتهم ويقدروا يقوموا بدور بالمسؤوليه اللي القائمه عليهم. ارجع تاني ان انا اقول ان من 1982 ل 2011 انا كنت بتبنى الحلول الوسطيه حسب الامكانيات المتاحه، ولكن كانش عندي حلول جذرية. هل مؤتمر 2022 في حلول جذرية لكل المشاكل؟ طيب هقول لحضرتك، المؤتمرات اللي فاتت او الوضع اللي كان فات كنا بندي شوية مسكنات. احنا النهاردة محتاجين نتعامل باستراتيجية جديدة، ودي اكدها رئيس الجمهورية صراحة، واكدها معالي دولة رئيس الوزراء صراحة امبارح. احنا عندنا مشكلة حاليا في الاجل القصير، انا محتاج ادخل احط حلول ليها على طول، وعندي مشاكل مزمنة انا ماشي بيها زي الانفجار السكاني، زي التعليم، زي الصحة، دي مشاكل انا ماشي بيها. يعني اقول لحضرتك ان عدد السكان النهاردة هو بيتطلب مني مليون، اوفر له سنويا مليون وظيفة، ده عدد السكان. بعد ما كنا فترة من الفترات احنا كان الحلم بتاعنا نوفر 500 الف وظيفة سنويا، لا النهاردة انا محتاج مليون فرصة عمل كل سنة. مليون فرصة عمل دي مش هتيجي بدور الدولة بس، لا ده دور الدولة ودور القطاع الخاص، وده اللي أكدت عليه الدولة إن النهاردة فتح ذراعيها للقطاع الخاص إنه يعمل مشروعات موجودة في مصر، إنه يصدر. لأن تخيل حضرتك أنا عندي خلل في الميزان التجاري في مصر، الخلل ده ناتج عن إيه؟ أنا بستورد أكتر ما أنا بصدر، أنا بستورد بحوالي 80 مليار دولار كل سنة، ده الحد الأدنى كمان مع الحكومة كمان ضغطة إنها ما نزودش عن كده، 80 مليار دولار ده فيما عدا الحاجات البترولية طبعا، وبصدر بحوالي 40 مليار دولار، فانت عندك خلل واضح، انا بصدر بحوالي 50% من اللي انا بستورده. النهارده الحكومه راحت تعالج الخلل الهيكلي، ده بنسميه خلل هيكلي، لان ده خلل في الهيكل بتاع الميزان نفسه، فانا رايح اعالجه، هعالجه ازاي؟ رقم واحد ان انا هخفض الاستيراد، طب هخفض الاستيراد ازاي؟ رقم واحد انا هستغني عن كل السلع اللي بنسميها السلع الترفيهيه اللي انا مش محتاجها، يعني هل يعقل ان انا استورد فوانيس واستورد بالونات واستورد كور؟ اكيد لا طبعا، واستورد شامبوات انا مش هستورد ده. انا ده هصنعه، مش هقول للناس ما تستخدموش الكلام ده، اكيد هنستخدمه، بس تعالى صنعه لي في مصر، تعالى صنع ده. طيب انا النهارده لما اجي اصنعه في مصر، يعني احنا بنكلم المشاهد وخلينا واقعيين وموجودين على ارض الواقع، هل الكواليتي الجوده هتكون زي الجوده اللي انا جايبها من بره؟ واحسن والله. انا عندي المصري عنده مشكله وهي عقده الخواجه، ممكن اروح اجيب ارضق حاجه متصنعه بره، ارضق حاجه حرفيا، ده حقيقي، وما استعينش بالمنتج المصري لسببين. السبب الاولاني السعر، لان المنتج المصري بلاقي سعره اغلى من المنتج المستورد. السبب الثاني الكواليتي. طب افاجئ حضرتك بحاجه، البنك المركزي سنه 2016 بعد تحرير سعر الصرف، احنا تم تحرير سعر الصرف في يوم 3/11/2016، بعديه البنك المركزي اتخذ مجموعه من المبادرات الهدف منها تحقيق التنافسيه في السوق. احنا النهارده يحول السوق من سوق احتكار لسوق منافسه. احنا كان عندنا اي سلعه من السلع دون ذكر اسماء كان بينتجها واحد او اثنين او ثلاثه، فبالتالي هو النهارده بيقول ان كده كده انت كزبون او انت كعميل هتشتري مني، فانا بالتالي بتحكم في الجوده وبتحكم في السعر، انا بحط لك الجوده اللي تحقق لي اقصى ربحيه، وانت هتشتري بالسعر الاعلى، سعر الاعلى، فبالتالي انا بعمل احتكار للسوق. البنك المركزي برافو عليه ان هو عرف يشوف القصه دي في 2016 وقدر يحط حلول، الحلول دي حلول واقعيه النهارده، الهدف منها انه فتح المجال سواء للشركات المحليه انها تعمل عمليه تطوير للالات والمعدات الميكانه اللي كانت موجوده عندنا مدينه اسمها المحله الكبرى، مدينه المحله الكبرى فيها مدينه صناعه المنسوجات في مصر والغاز والنسيج في مصر، فكانت عندهم مشكله كبيره، ان المشكله الكبيره بتاعته ان هو النهارده الالات حصل لها تقادم، الات قديمه قوي ما كانتش عارفه لا تساير الانتاج سواء كان كما ولا نوعا، فبالتالي
فبالتالي البنك المركزي قال له تعالى انا هدي لك قرض، القرض ده هتسدده على 7 أو 8 سنين، فبالتالي انا حولته بدل ما هيسدده في الشورت تيرم او القصير الاجل ليه هيحوله على فتره طويله الاجل بسعر عائد 5%. فبالتالي البنك المركزي هنا قدر يحول السوق، وده احنا شفناه في الفتره الاخيره ان لما حصلت الازمه سواء كان في كورونا او الازمه الماليه العالميه اللي بتقدر تضرب العالم النهارده، انت ما نزلتيش السوق ما لقيتش سلع، السلع متوفره. ممكن يكون ذات سعرها لا نخفي ذلك، ولكن هنا الزياده هي زياده بتدور في فلك الاقتصاد العالمي، لانك انا بستورد حاجات، يعني انا في معظم الحاجات انا بستوردها من بره، لكن فيما يتعلق بالمنتج المحلي، المنتج المحلي زاد لكن ليست بنفس الزياده اللي انا زودتها في المنتج المستورد. لان لما حصل في الفتره الاخيره في شهر 3/2022 احنا حصل ان تخفيض لقيمه الجنيه المصري، مش انا قلت تحرير لان هو لم يتم تحرير الا في 2016 اللي هو تحرير سعر الصرف. هنقول في 2015 احنا طرقنا، وده مرونه العرض والطلب، لان المستثمر الاجنبي عشان يجي لي هو لازم يجي لي وهو ضامن فلوسه، لان هو هيحط الفلوس النهارده عندك هيحط $1,000 بسعر المعادل بتاعك 15.5، وده سعر غير عادل. طب السعر العادل كام؟ السعر العادل النهارده اللي في البنك المركزي اللي هو 19.70، ده بالنسبه له السعر العادل. فبالتالي هو النهارده يقدر يجمد قلبه ويدخل دوله ويحط فيها فلوس ويعمل استثمارات. طب ده لما هيعمل استثمارات، ما احنا بنقول الصوره من ناحيتين، يعني نشوف الصوره من ناحيتين. الصوره اللي هي السلبيه ان حصل النهارده تخفيض سعر الجنيه المصري حوالي 20%، ده انا بتفق مع حضرتك. لكن الصوره الايجابيه لان انا النهارده علشان ما افضلش في فلك الاقتصاد العالمي وما افضلش ان انا كل حاجه بستوردها من بره ويحصل الخلل اللي موجود عندي ما بين الاستيراد وما بين التصدير، فانا محتاج اعمل صناعات حقيقيه. احنا دولة عربية هي مش احسن مننا، بتنتج عندها توكيل من اشهر توكيلات السيارات الاوروبية، واحنا عندنا ازمة في السيارات. طب انا لو انا بس عايزة يعني المشاهد البسيط كده، انا النهاردة بالكلام بتاع حضرتك انا بقى عندي فجوة كبيرة جدا بين البيع والشراء، بين الدخل للفرد، يعني انا احنا مش عايزين نحط راسنا في الرمل، بين دخل الفرد والاساسيات المطلوبة منه. طيب خليني اقول لحضرتك، هي نعترف الاول هي في ازمه، بالتاكيد في ازمه، لكن لها حلول، بالتاكيد لها حلول. النهارده الناس اللي بتسمعني النهارده هو لازم يفكر بعدم عقليه ان فتك الميري يتمرمغ في ترابه، يعني كان كل الثقافه اللي الناس تربت عليها، وانا واحد من الناس اللي يقول لك فتك الميري يتمرمغ في ترابه. وما زال لغايه دلوقتي بدات تتغير، والله بدات تتغير مع مش كتير بس في الفكر بتاع الامهات والابهات عايزين ولادهم يرجعوا للميري، عايزين الحاجات الحكوميه اللي هو الاساسيات اللي هي ما بتكفلش حرفيا، الراتب الشهري ما بيكفلش الحد الادنى من طلباته. طيب هقول لحضرتك، وزاره الضمان الاجتماعي كانت اطلقت من كام سنه كده برنامج تكافل وكرامه. برنامج تكافل وكرامه الناس فاهمه ان ده دعم بتقدمه الدوله، ده جزء طبعا، لكن مش كل البرنامج. في برنامج اسمه فرصه، ده بتقدمه وزاره الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي او وزاره الصندوق الاجتماعي التنميه او جهاز تنميه المشاريع الصغيره المتوسطه حاليا، يعني ان هو يقدر يدعم الناس دي انها تعمل مشروعات، سواء كان هو كان موظف في الجهاز ده للدوله وعايز يعمل مشروع، يعني بيسموه بارت تايم بعد الظهر، يعني فيعمل عمليه تنميه للدخل لحد ما يوصل دخل معين ويترك القطاع العام ويبقى في القطاع الخاص ويبقى عامل مشروع لنفسه ويكبر بيه. فبالتالي النهارده بدانا نغير الثقافه دي، بس محتاجه وقت والناس تستوعب الكلام ده. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ماشي، هيحط حلول جذرية مش حلول وقتية ولا حلول وسطية ولا مسكنات، بالفعل هيبقى في حلول جذرية إن شاء الله. مصر في خطى كبيرة جدا بتخطو نحو المستقبل، إن شاء الله كل حاجة هتبقى بخير وهتبقى كويسة. احنا اقتصاديا احسن من دول كتير، احنا كمان الحمد لله في وسط الازمة اللي العالم كله بيمر بيها احنا ما حسناش ان في حاجات مش موجودة. ما بننكرش ان فرق السعر كبير، ما بننكرش ان الاسعار ارتفعت جدا، ولكن السلع ما زالت موجودة. مشاهدينا في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم الدكتور بلال شعيب الباحث الاقتصادي، بشكرك جدا يا دكتور. شكرا يا فندم، شكرا. خليكم متابعين معايا، هنطلع فاصل ونرجع لكم مع فقرة حوارية جديدة، استنونا.